السلام عليكم، كيف الحال؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب، وفي صحة جيدة. اليوم عنا فيديو جديد إن شاء الله، مشكل جديد. اليوم عنا معكم هاد وريدة العش، هادي تجي مزيونة. نبداو على بركة الله. عنا العقيق مهرس، وعنا هاد الرويزة، وهادو كيبقاو اختياريين. شنو غتعملو في الوسط كيبقاو اختياري، يا اما تعملو هادي، يا اما تعملو هاد بيرلا كبيرة، يا اما تعملو هاد سيبورا، كيبقى اختيار عندكم. وعندنا هاد الزمرد حجم كبير، هادي عملت فيها صفيفر. كيبقى اختيار عن ليلكم هنا في الوسط او لا باش نعطورو. المهم هو هذا هو الاساس، هذه التقنيه اللي غنخدمو اليوم. اما هنا في الوسط نتوما كتختاروا شنو غتعمل. بسم الله على بركه الله. دائما الخيط والابره ديال 11 او 12، والخيط على 4. انا كنعملو على جوج على حسب، انا كنوريكم ديما كنقول لكم. بسم الله على بركه الله. نبداو بهادي هي الاولى. انا عملت بيرلا، وانتم كتختاروا شنو تعملوا. كنثبتوها مزيان، كنجيو هنا كنعمرو زمرد وكندورو على بيرلا بحال ما عطاتكم ديال زمردات. جاوني هنا 8 او اكثر، اكثر سعد. هل دائما نخرجو في الأولانية وعندورو عاوتاني مع هاد الزمردات كاملين، ندورو باش نثبتوهم بحال دائما. هيدا هاد التقنية وريتكم بزاف مرات، إذا أنا غندور معاهم هيدا ونرجع لكم باش منطولش عليكم. صافي دابا دورنا عليهم هيدا، دابا غنبداو بتقنية جديدة. غنخرجو ليبرة من هنا، غنعملو واحد الرويزة، غنعملو 4 جوهرات مهرسين. وغنزيد واحد الرويزة اخرى، يعني هيدا شتوهم. عجا مطعم ملي خرجنا الخيط الاولاني غنعملو عاوتاني خرج داخلو الخيط. هاهي شفتو كيفاش كتجي. اذا غنمشيو ما بين
زمردة وزمردة، نخرجوا الخيط، ندخل نعمله في حال هيدا. رويزة 4 جهارات مهرسين، ورويزة هيدا، شفتهم كيفاش كيجيو؟ عاوتاني نفس العملية، نبقاو ندورو بيها هيدا. رويزة 4 جهارات مهرسين، ورويزة يعني كل رويزة رويزة بيناتهم 4 جهارات مهرسين، وكنوليو نردو الخيط في نفس الموطأ ملي خرجنا الخيط الاولاني. هنا شفتو؟ اذا انا نكملها دوره ونرجع لكم عاود باش نطولش عليكم. قربت نساليها ونوريكم الدوره الاولى كيفاش كتجي. بغيتو تخليو غير ديك الدوره الاولى حتى هي كتجي مزيونه، بغيتو تزيدو تكملو عليها تعملو جوج دورات كتجي مزيونه، عاوتاني منفوخه عامله بحال العش. هانتوما شو كيفاش كتجي الاولى، هذه الدوره الاولى شو كيفاش كتجي، كتجي مزيونه كتجي وريده منفوخه يعني ماشي ديك وريده مبسطحه. دابا غنعملو الدوره الثانيه، الدوره الثانيه مش كتجي كتزيد تنفخ كتزيد تعمر. دابا كنجيو ما بين عاوتاني هادي وهادي، ما بين هاد العقيقه هادي بيضه هادي وهادي، عاود كنخرجوا الابره. شوفوا معايا هنايا هي في الوسط ديالها، ما كندخلوش بزاف هيدا. عاوتاني نفس الطريقه، عاود كنعملوا واحد الرويزه وكنعملوا عاود 4 جهارات مهرسين، كندورو هيداك عاود. نقلت لكم عينكم ميزانكم، بغيتو تخليو عاوتاني غير ديك الدوره الاولى هي كتجي مزيونه. هيدا هيدا عاود كنجيو ما بين هادي وهادي، عاود كنخرجو الإبرة هنايا في النص. مسدوش عليا، بعض المرات كيمشي بقى بالي مع مع الجوهر وكيمشي على الكاميرا. عاوتاني 4 ديال الرويزه و4 ديال الجهارات مهرسين، هاد الجهر عندي رقيق بزاف. عاوتاني رويزه هيدا، كنبقاو ماشيين هيدا، شفتو هيدا كتقد كتجي بحال عشيوش. انا ندور عاوتاني ونرجع لكم. اذا انا دورتها كامله، شوف كيفاش جات، بقلي واحد الوحده بحال قلت لكم، رويزه و4 جهارات مهرسين ورويزه اخرى، وكنجيو بين الاولى والثانيه في النص ديالها وكنعملو هيدا. هيا شفتو كيفاش كتجي مزيونة، وقفة وريضة اش دي منفوخة
بزاف الناس ما كيستعملوش هذا الجوهر، هذا الرويزه هذه، وانا كتعجبني يعني، فيها بزاف تقدر تخرج لنا بزاف استعمالات، بزاف ديال الشكيلات. نتمنى يا ربي انها تكون عجبتكم. تكون عجبتكم وتكون رقتكم، ممكن كنفيدكم بعدا بشي حاجة. وما تمروش مرور الكرام. انا ما كنقول لكم لا عملوا لي اشتراك ولا عملوا لي جيم ولا عملوا حتى شي حاجة، غير دعيوات الخير. الله يرحم الوالدين، صافي هذيك اللي كنطلب منكم. وشكرا بزاف، موعدنا في الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي الحبيب. مع السلامة.